الشريط بالنسبه للاعراض ما كانوش فيا، كنت حامله الفيروس بدون اعراض اسمبتوماتيك، لهذا جيت للوبيتال باش ناخذ العلاج ديالي كوم سا ما نعاديش الناس اخرين، وخدينا الحيطه ديالتنا باش نبدا لو تريتمون هاد المده هادي تاع 10 ايام، والحمد لله تشافيت. ومن هذا تنشكر عاوتاني الطاقم الطبي بكله كله كله كله، ولي زاسيستونت سوسيال لي انفيرميير اي لي انفيرميير، كلشي اللي سهر عندنا على الشفاء ديالنا تنشكرو بزاف. و سعادتك المغاربه تنقول لهم يجلسوا في ديورهم، ولا تاع الضروره يخرجوا يديروا الكمامات ديالهم ودائما يغسلوا يديهم ويحاولوا ما يخرجوش دائما للضروره القصوى. عافاك شحال قضيتي في لوبيتال هنايا؟ 10 ايام. مده 10 ايام ديال المده ديال العيادة. دابا انت من ملال ياك؟ ممكن نعرفوا السن ديالك اختي؟ 35 سنه. شكرا.